بالنسبة يا شيماء، بتسألي عن الخبيئة وسألتي مجموعة من الأسئلة. هي أي فعل من الخير اللازم أو المتعدي اللازم، يعني اللي أنا بعمله لنفسي أو بيتعدى نفعه مني للغير، أطعم طعام، أتصدق، أعمل، أو أنا مثلا أقوم أنا لازم لي أن بقوم أنا بقراءة القرآن، بصلي ركعات في الليل، أذكر الله سبحانه وتعالى، فده أو أن بيتعدى فعل الخير إلى الغير من صنيع الخير كله. طالما الإنسان مقصده بيكون وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، وإنه دايما بيكون الإنسان بيعمله في السر في الخفاء ويقصد به وجه الله الكريم، فهذا من اسمه حتى ظاهر المعنى الخبيئة يا صاحبة السؤال.